حسرة وغضب، ألم وحزن كلها اجتمعت على وجه عريس قرقوش بعد أيام الحداد. ومن منا لم يعد يعرف اسم ريفان وزوجته حنين بعد الحادث الجائر الذي تسبب به الفساد وأحرق قلب العروسين ومعهما أجساد الناس. نزلنا أنا وزوجتي لنرقص هاي رسالة السلو، مشينا وصلنا على المكان اللي نرقص بيه، الشغلة الشعالتين كانوا يعني ما كانوا عالي، اشتغلوا طبينا عندنا نرقص، اشتغلوا أربعة الأخ، هاي أربعة الأخ لا يعني لا موصيهم عليهم ولا شيء، وحنا نرقص سمعت شيء بالسقف انطق مثل صوت القلوب هيك شيء انطق، بوعت على السقف أشو نار، ما عبوا ما طول شغل ثانيتين ثلاث ثواني أربع ثواني خمس ثواني مو أكثر، أشو الصفحة اللي يم الباب كلها قبت، حتى الزوايا شلون انتشر هذا النار شلون اشتعلت القاعة ولا واحد ما نعرف، الكهرباء بهاي اللحظة انطفى، الناس ما قامت تشوف كل شيء، اللي بقى بقى واللي طلع طلع. لا يخفي ريفان حزنه، لكنه متمسكا بالحق سلاحا في انتظار أن يرى من حول ليلة العمر إلى ليلة الحزن في مدينته، حاصلا على أشد العقاب. زوجتي مظلومة من هار، زوجتي أهلي ما يعرفون وين يروحون، موصل أربيل دهوك يم هذول الضحايا ما يعرفون وين يروحون، ما يعرف زوجتي هسه ما تقدر تعشن، صوتها ما يطلع، البارحة تخربت البارحة جبناها من المستشفى اللي حد الآن ما طالع ولا ما تقدر تمشي، لازم أنا أمسكها زوج أختي أخوي اثنين لازم نمسكها حتى نمشيها، يعني هي 9 نفرات راح من بيتها، أمها ماكو، أمها توفت، أخوها توفى، عمامها 2 بناتهم كلهم متوفين بالبيت. روى ريفان تلك المأساة كما رواها من كان قريبا هناك من الناس، وأجمع كل من تضرر منها على إن حماية مدينتهم وتضامنهم أقوى رسالة في وجه كل من أشاع الموت والفساد. ما أحلى يوم بحياتي دمروه، هذا يعني الواحد يفرح بهذا اليوم، واحد من زوج يفرح بهذا اليوم، هسا أنا من تجي يعني رأس السنة ما العيد الزواج شون واحد يسوي مناسبة شيء شو يسوي يعني شو يسوي، هذا هو هذا البشر يفرح بهذا اليوم، أنا صار الحزن عرس مالي.